السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم واحد الخبر صار اللي غادي يعجبكم بزاف، بالاخص الناس اللي تسجلوا في موقع تضامن وقدموا الشكايات ديالهم، يعني الناس اللي ما استفدوش من الدعم ديال الراميد ولا حتى الدعم ديال موقع تضامن وداروا الشكايات ديالهم. جبت لكم واحد الخبر اللي غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. لكن قبل ما نبداو الفيديو كنطلب منكم انكم تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. اما بالنسبه للخبر، كيف ما كتشوفوا وزاره الاقتصاد والماليه واصلاح الاداره خرجت اليوم واحد البلاغ اللي كتقول فيه تنهي لجنه اليقظه الاقتصاديه الى عن الاسر العامله بالقطاع الغير مهيكل ان الشكايات التي تم وضعها على موقع تضامن منذ يوم الخميس 21 ماي تمت معالجتها فور التوصل بها، وذلك اخذا بعين الاعتبار عناصر الاثبات الجديده التي قدمها ارباب هذه الاسر. وهكذا قالوا لكم باللي راه هذوك الشكايات اللي داروا الناس باللي راه توصلوا بهم من نهار الخميس 21 ماي ان تمت المعالجه ديالها، ماشي كامله لكن تمت المعالجه ديال نقولوا 50% ديال هاد الشكايات هادو. كيف ما كتشوفوا داير لكم تم تسجيل حوالي مليونين شكايه من طرف الاسر العامله في القطاع الغير مهيكل، ان جت المليون ديال الناس اللي قدموا شكايه. وثاني حاجه دايرين الى غايه 27 ماي تم قبول 800000 طلب وتم رفض 400000 طلب، في حين ما زال 800000 طلب في قيد الدراسة. يعني حتى لدابا قبلوا 800000 طلب ديال الشكاية، يعني هاد الناس هادو غادي ياخذوا فلوسهم من غدا ان شاء الله. وتم رفض 400000 طلب، يعني 400000 طلب رفضوهم، يعني ما غاديش ياخذوا. ومازال 800000 طلب قيد الدراسة، يعني مازال كيدرسوا في الملفات ديالهم. ثالثا بالنسبة للملفات المقبولة سيتم بعث رسالة قصيرة SMS على الهواتف المحمولة لأرباب الأسر لتمكينهم من سحب الدعم المؤقت، وذلك ابتداء من يوم الخميس 28 ماي. يعني من غدا إن شاء الله غيبداو يوصلوا الناس ميساجات فيهم الكود وشحال غادي ياخذوا ان شاء الله ديال الفلوس. بالنسبة للناس اللي غادي يبغوا يعرفوا الشكاية ديالهم تقبلات ولا مازال، غادي يدخلوا للسيت ديال تضامن، غادي يدخلوا نمرة لاكارت ونمرة الهاتف ديالهم باش قدموا الشكاية، وهذا الكود هذا وغادي يديروا تأكيد. كيف ما كتشوفوا وضعية الطلب هنا دايرين لك السبب باش رفضوك في المرة الاولى، لكن ما تدوش على هنايا، ما تشوفوش هنايا حتى تلقاو ان الشكاية ديالكم ولات هنايا تمت معالجة شكاياتكم ولا شي حاجة، غتولي بالخضر ان شاء الله. باقي ما لقيتش انا شي واحد اللي قالوا لي الشكايه ديالك راه تعالجت. المهم غادي تلقاو هنا باللي تمت معالجه شكاياتكم، وعاد ديك الساعات غادي تشوفوا هنا واش قبلوكم ولا لا. ما تشوفوش دابا هنايا، تتاكدوا من ان هذه راه صافي داروا لكم معالجه للشكايه ولا درسوا الطلب ديالكم، عاد شوفوا ديك الساعات هنا. هذا ما كانوا، نتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي مازال ما عرفت هذه المعلومه، وان شاء الله يستافدوا كاع الناس اللي محتاجين هذا الشيء اللي كنتمنى. تهلاو في راسكم، ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو وتابوناو في لاشين. تهلاو في راسكم.